الكابينة تعرف بس عروض. السؤال العرض عروض. الدقيقة فضل. بعشرة لحظة كلمة دقيقة ها؟ بعشرة دقيقة بعشرة نزلتها من 100 لعشرة يعني العشر دقائق بمية؟ ايه أيام الله وياك قالت دقيقة بمية صارت سجل بعشرة سجل اسمي الله انت ساعة اوف امزح امزح والله بطل برخ... لا لا شو فوز ابو اصبر الدقيقة بعشرة واللي تعدى العشرة في عروض ها؟ الدقيقة بعشرة واللي ايه؟ تعدى عشر دقائق في عروض احلف والله زين واذا خذيت عنك كم 300 شلون والله مشتاق حق امي والله يا ابوي اصبر والله العظيم والله العظيم لارجع لك والله شلون 300 اذا خذيت عنك 300 بعدك لين امي خذيت 300 ما فهمتك 300 يعني 30 دقيقه لا لا ارخص لك احلف ما بضبطك انت بتكلم كم دقيقه اي 30 ابى اسولف حق 30 يعني 300 ابى اتصل حق امي 30 يعني 300 روح اكلم 30 دقيقة ب 200 يلا روح احلف يلا روح استانس يا ولد كلم امك الله يا اخي هذه امك والله ما اردك عنها لو تبيع عيوني يا الله يا راح كلم انا انتظر الدوسري خلاص اذا خلص الدوسري معك نص ساعة ب 200 لكن الدقيقة لكن سؤال بسيط ها اليوم ما افتقدتنا الا لا تكذب الا والذي نفسي بيده حتى يوم جيت تسوي العرض فقط يا رجل اليوم انا فقدت ابتسامة انا ما احس حد درى عنه قلت له انا تغيرت 180 درجه من شخص النار وكذا اليوم اعوذ بالله اول مره احس روحي اني فرت لكن مسكت نفسي والله اني فرت لا تجي 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 والله تيك هالشطحه هذه تجي بس انك تعودت من ولكن طلعت من الباب ورب البيت اني اضحك لا هذا دليل انك طيب وصدقني بعد ساعتين بتتغير الامور يعني وفي نهايه الامر ترى كل بوها دائره تحت ان في مسابقه وكلنا اخوان اي والله الدعوه سهله ترى والله شوف والله أنا بقول انا عاني شوف فرت عشانك شوف حتى حذرت تلغي الله يعذبك انا رجل ما عندي يا بعد راسي انا رجل ما عندي زعل بس بعد ما عندي حق يروح زعل حوار بيني وبينك شوف شوف حليمه طبيعي بتحاور ماني زعلان عليك بس ماني مخليك تحرق انا بقول لك شيء يا عبد الله انا بقول لك شيء اي حوار أدرت في الحياة سواء حوار مع أخوياك حوار في قناة حوار في صح. في مجلس أو كذا تأدب صح هذا شيء مطلوب بإدارة الحوار والحديث والكلام صح فاهم أنا مش مستعد أني مثلا في مجلس قاعد معاك أسقط عليك إسقاطات أنت ريال رجل بترد وتمثل لا بترد ما بتخلي واحد يقعد عليك كلمة ويروح بها يصدر بها لا والله ورد كلامك وعطى حقه عرفت تتكلم عن كلام اليوم لا لا تكلم بشكل عام لا 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 بشكل عام بس ولا احد برد احد عن الكلام ولكن بعد فيه كلام ما تنزل له انت يا بخي انا ما نزلت خلاص استسلم الكلام اللي ما تنزل له ثق تمام الثقه يعني كل رجل واعي يدري انك ما نزلت خلاص تدري من اللي وانت مسؤول والرجل ترى تدري من مسؤول عن الناس الواعي تدري من اللي يعجبني في اداره الحوار من هاني العنزي انت ما تعرفه انا اعرفه ايه والله نستاء أنا صديق غالي أنا بيني وبينه علاقة استاذ استاذ أنا رجل يعني جلست يعني مع الرجل هذا في حوارات هذا رجل ذكي بصورة ما تتوقعها محترم بصورة ما تتوقعها ذكي بصورة ما تتوقعها يقدر يطلع لك جلسة نقد نارية يحافظ فيها الرتم الاحترام ويقدر ياخذ منك عشان ذكاء اللي يبغاه ذكي ذكي باسلوب ما فيه اي اساءه تدري وش اللي عجبني فيه ويطرحك في الفخ اللي يبغاه تدري وش اللي عجبني فيه يدير يدير تدري يوم يدير حوار ما يكون فيه تداخل اصوات اولا ثانيا يضفي على الحوار غير انه يضفي على الحوار انا محاور انا اللي ادير الحوار مش ناقد والله فاهم انا شغلتي امرر تخلص شحن مش اني انا اخلي الناقدين ساكتين وانا اللي اتكلم وانقد هذا خطا انت تعرف كيف تدير الحوار وتعطي بصات صحيح هذا هو شاطر فيه عرفت وغير هذا كله هلا تركي جلسه وناس لا يا بعلمك حسبت عندكم جلسه شعريه لا تركي اليوم بعد مصدوم يقولون مصدوم في الجدار شوف الجدار ضايق كيف مصدوم في الجدار يبي يفرغ طاقته الرجال اتهامات انا تعبت من الاتهامات في البرنامج هذا من شفت انا هذا اليوم لا صدق بعدين انا دخلت رصيدك عشان ادور يعني متابعين قمت انا اعطيهم رصيده حلو دخلت رصيدك طلعت بدون مشاعر بدون احاسيس بدون اي حاجه خلاص انت تعرف من امس يوم صورتك والله اني اصوره
والعالم مثلا برايم وانت لازم ما علي ما علي الوردي والله انه يضحك يقول كذي ماتت المشاعر ماتت مشاعر ما عاد فيه خلاص ماتت المشاعر قام خلاص اي خلاص كل يعني يوم يعني جديد يعني كل يوم مصيبه جديده اسمع اسمع لو دخلت برايم هالاسبوع خلاص متاقلب متاقلب برايم عيار ما في احساس ما في والله والله انا لو مكان سعود العتيبي ترى ايش بسوي؟ انت بتهاتر كم مره دخلت برايم؟ ثلاثه خلاص هذا حصانه اليوم 90 هذا وربي يعطيه حصانه والله مبروك حصانه والله اعطيك حصانه فرق الدعم يرسلون للمتسابقين فعاليات انا يرسلوا لي مشاريح انت بس والله ثلاثه عجبني اليوم تدري ايش اللي عجبني تركي ثلاثه والله ثلاثه هذا اذا شو اسمه اللي اول يقولون برايم ثالث وانا ما سويت شيء وينه متى؟ اول فقره النقد بيقولوا برايم مدري الحين؟ قبل شويه انت كم مره دخلت قبل؟ ما مرتين يقول جمد هذا الثالث يقول جمد رصيده طيب وش اكل قول لا اله الا الله ادخل وهاترك لا لا بعد ان شاء الله اني ما ادخل برايم وانا مضروب لا لا انت ما شفت معنوياتك عالي عرفت ان امورك طيب رصيدك جمدوه ايه ابو رفيقك تاكل معه المطعم ايه انا مضروب ارق سنود يا رجال ما عليك عندي كفو بس ارق سنود عادي اذا يسمعونا ما فيها موت جوع رجال الامور طيبه ان شاء الله يا رجال اصقر ياكل مخلابه قول لا اله الا الله ابد ما عليه والله العظيم مكالماتك وطال عمرك وبكره بترد لي ترى دعوه سهله والاكل والشرب والدنيا إيه. كلها عندي يا ابن انا تدار مضيق العرخوب شفت البرنامج فلما استانس والله مضيق العرخوب حتى ابراهيم شفت ابراهيم هذا والله والله انه هو اللي فاهم والله العظيم ريجي قسم بالله انه اللي فاهم الواقعيه دي والله مضيق ندخل البرنامج شفت نفسي لين متى طيب انا بقول لك شيء انت لا تخطي لا تعدى الحدود بقول لك شيء بقول لك الحين انت داخل برنامج صح البرنامج شوف فائدته لك وش اضافته محبه الناس جميل خدت محبه الناس لو اطلع من البرايم الاول والله العظيم الامور سهلات كلها بيد الله ارزاق اقول لك شيء في البرنامج لا تشتغل على برامج الواقع لا تشتغل على المحتوى لا تشتغل على موهبه لا تشتغل على شيء اشتغل على القبول اذا جاك القبول احمد ربك سلم على الموهبه وسلم على المحتوى والله العظيم القبول اهم شيء لا والله القبول مهم والله انا صادق بقول لكم شيء القبول محبه الناس حلو حبوك الناس بكره انت طلعت فكر ببكره يا نعم. تركي صادق والله وش المحتوى اللي بتقدمه وش انت لا تقول والله خليني اطلع وبكره لا انا اقصد لك في البرنامج انا اتكلم عن نفس البرنامج مو بالقبول وبس يا تركي قبول وفي اشياء اخرى خلي الموهبه مين مقدمه موهبه محتوى خلي على جنب اوكي صادق. بس في قبول وفيه فيها اشياء في ذكاء في ذكاء اكسب الريجي في ذكاء فيه الذكاء الطيب اللي خشمك نشوف الكسب نحن كسبناكم قبل لا ندخل من الباب طول عمرك حبيناكم وشفناكم اخوان والله العظيم هذه عرفت هذه يوم النقطه ثاني النقطه الذكاء اشتغلوا بنقطه والله الذكاء والله اعطاني من والحنكه ذكي يعرف واحد الذكاء الله ما والمرونه والله ما من ذكاء تركي الاشياء الحنكه والمرونه والذكاء اول شيء الذكاء ارحب يا ابو حمود من المرونه الكلام درر بس اني ما ادري وش هي كل هذه الثلاثه وين رايح؟ طيب صالح بنشارك اما نركض نهبد انا خاطر يا فرد طارق وش الحنكه قل يا بلا هبد والله يا بلا هبد انا سلام عليكم اليوم ما تحركنا والله تحس انه ما تحركنا لا لا هبد هبد قم انا بركض اليوم خلصت بركض ابن حليمه ابو ماجد لبيك تعرف متى تتقدم بان يا ابوي ايده غسلت ايدك يا بابا لا الحين اللي انصب انا اللي شرطي انت زد رصيدك حصرياً ومجاناً على شاهد حكايات لا تنتهي